في البداية كانوا الناس يقولون لي أنت ما تخافين أن تدخلين هذا المجال، مجال الطاقة النووية، وكنت أقولهم أن هذا الشيء هو اللي أنا كنت أريده وأنا أحلم فيه. وبالعكس كان يعني كان الجميع يشجعني، وكانت سحابة إيجابية، طاقة إيجابية في كل مكان. اتخصصت في مجال الهندسة الكيميائية لأن كنت أحب الفيزياء والكيمياء. لما قدمت أول مرة لبرنامج رواد الطاقة تم رفضي، ولكن أنا كنت أعرف وأنا مصرة على هالشيء، فقدمت مرة ثانية، والحمد لله لما قدمت تم الموافقة على طلبي. يبدأ يومي الساعة 5:30 الصبح. الرحلة تبدأ من أبو ظبي إلى محطة براكة الطاقة النووية في المنطقة الغربية، وهي تقع بين الرويس والسلع، ومسافة الطريق حوالي 2:45. خلال هذا الوقت أنا أنتهز الفرصة أني أخلص أشغالي وأرد على الإيميلات. من أصعب الأمور هو الموافقة بين الدراسة والأمومة أو العمل والأمومة، ولكن الحمد لله رب العالمين، الله أنعم علي بأسرة متفهمة ساعدني وتساندني. أبرز الشخصيات اللي دعمتني في مجالي أستاذي رئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات الطاقة النووية محمد الحمادي، والقيادات الإماراتية اللي دايما تشجعنا وتحثنا على أن نكون دايما في المقدمة. وظيفتي هي محاكاة الأنظمة الرئيسية لمحطة الطاقة النووية باستخدام برامج المتخصصة، بالإضافة إلى ذلك عقد الاجتماعات وحضور الدورات التدريبية داخل وخارج الدولة. أرى مستقبل أجمل ومستقبل مشرق للإمارات مع الطاقة النووية، كما قال الشيخ محمد بن زايد حفظه الله في القمة الحكومية، أن إن شاء الله نحن بعد 50 سنة بنحتفل مع ظهور آخر شحنة نفط من الإمارات، والسبب أن نحن عندنا تنوع في مصدر الطاقة في دولة الإمارات. كانت من أحلى لحظات حياتي لما وصلني اتصال وقالوا لي أنا كنت من المرشحين لجائزة أوائل الإمارات. ولما جت اللحظة وطلعت على المنصة، سألني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليش اخترتي هذا التخصص؟ فرديت عليه قلت له لأن أبغى أكون دايما في المركز الأول مثلك. أعتبر نفسي محظوظة لكوني اخترت من ضمن أوائل الإمارات، وهذا شرف كبير وعظيم لي، وإن شاء الله هذا يدفعني لبذل المزيد لخدمة إماراتي الغالية. هدفي إن شاء الله أكمل الدكتوراه في مجالي، وإن أكون في منصب قيادي يخولني إن أنا أهل المواطنين والكوادر الوطنية. لا تخلي حد يحبطك ويحد من أحلامك، أنت تقدر ترسم مستقبلك بإيدك وتكون من الأوائل.